مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاثنين 24 مايو 2021. الحقيقه انه الموقف اللي وقفته مصر، العالم كله ما زال مسترسلا في الحديث عنه، محاوله استثماره لصالح كل طرف، وخطوات دوليه كبيرة وكثيرة بنيت عليه. غزة هي من أعني بالموقف اللي وقفته مصر. اتصالات مصر بإسرائيل، اتصالات مصر بالفصائل الفلسطينية، اتصالات مصر بالرئاسة الفلسطينية اللي أفرزت وقف إطلاق النار، وحديث مصر أنها لن تكتفي بوقف إطلاق النار ولكن لابد من الانخراط في محادثات شاملة ونهائية لحل الدولتين. دقايق قبل ما نبدأ حلقتنا كان في اتصال مهم جدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية في 3 أيام. يوم الخميس كان في اتصال، والنهاردة في 4 أيام، وكانت السمعة اللي طالعة انه بايدن لا يهتم كثيرا برؤساء هذه المنطقة، ويمكن شفتوا بعض المحللين معانا في الاتصالات الهاتفية قال لا يتصل برؤساء المنطقة دي كثيرا او اصلا ولا يهتم. يوم الخميس كان في اتصال، النهاردة في اتصال، وده موضوع مهم جدا. هنوصل لفين وهنستثمر ده ازاي؟ ويمكن ربنا يكون اراد على ايد مصر وعلى ايد قيادتها السياسية ان يكون في حل لهذه القضية الفلسطينية المعقدة منذ وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وطبعا اتحدث عن وعد بلفور اللي اعطى اسرائيل وقت ما كان رئيس وزراء بريطانيا الحق في هذه المنطقة التي لا حق لها في ان تسكنها وتطرد شعبها. النهاردة هيكون معانا سيادة السفير بركات الفرة، سفير فلسطين السابق في مصر ومندوب فلسطين الدائم سابقا في جامعة الدول العربية، وهو فلسطيني وحيطلعنا على كافة المستجدات بعد استعراض كم خبر وبعد تفاصيل الأخبار. خليكم معنا. أول خبر أحب أستعرضه مع حضراتكم هو اتصال السيد الرئيس جو بايدن رئيس أمريكا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر منذ دقائق حسب ما أعلنت الرئاسة المصرية على لسان المتحدث الرسمي السيد السفير بسام راضي. وحنشوف في تفاصيل الأخبار خبر مطول عن هذا الأمر، لأنه الرئيس تحدث في هذا الاتصال عن موضوع فلسطين وعن موضوع سد النهضة، وفي موضوعات مهمة، ويكون معنا مداخلة مهمة حول هذا الخبر. الخبر الثاني، استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ووزير الترفيه السعودي السابق، والذي له اهتمام خاص بمصر ورياضة مصر وفن مصر، وحيكون معنا تفاصيل أيضا أكتر عن هذا الاتصال. الخبر اللي بعد كده، محمود عباس أبو مازن يشكر الرئيس السيسي على مبادرة $500 مليون. محمود عباس اللي ربما تصور البعض أنه أخذ موقف من مصر لما بركت لبعض دول الخليج اللي عملت هذا التقارب الإسرائيلي، النهاردة بيشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة مصر لإعمار غزة $500 مليون، وشركة مصرية بخبراتها هتنفذ هذا الإعمار. آخر خبر أحب أستعرضه مع حضراتكم، مسيرة حاشدة بأعلام مصرية وصور الرئيس السيسي في غزة. ده بقى الجديد في الموضوع، أنه كانت الضفة الغربية هي التابعة لمنظمة فتح، هي من يقدر لمصر أدوارها من أجل فلسطين وما قدمته عبر عقود طويلة من دماء ومن قتلى وجرحى، شهداء وجرحى ومن أموال
لقضية فلسطين، لكن غزة كان بها الوضع مختلف. وحتى في القدس، يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا لما زرنا القدس في 2019 في أسبوع الألام، كان البعض يتعمد أنه يتنمر على المصريين بأنه يقول لهم مرسي رئيسي، والهتافات الخايبة اللي كانت انقضت من مصر في هذا الوقت. فإن الغزاويين اللي معظمهم حمسويين، اللي معظمهم طبعا معروف أن حماس هي الفرع الفلسطيني اللي هي جماعة الإخوان الإرهابية، يعني ينادوا بمصر وينادوا بالرئيس السيسي ويرفعوا أعلام مصر وصور رئيس مصر، ده تغير نوعي لابد أن يكون معنا في فقرتنا وفي أخبارنا لنسأل عليه بعد ثواني. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم معانا في تفاصيل الأخبار. نبدأها بالطبع من اتصال السيد الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي تلقاه رئيس مصر منذ قليل. وصرح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالقطع الحديث عن القضية الفلسطينية فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة. مصر وأمريكا في بينهم قضايا إقليمية كثيرة ليست فقط فلسطين. في هذا الإطار أكد بايدن على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، وتطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خصوصا في ضوء دور مصر المحوري إقليميا ودوليا وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزمات هذه المنطقة. وأكد السيد الرئيس السيسي من جانبه قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع شراكة استراتيجية، مؤكدا استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وتم التباحث أيضا حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلا عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار
التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل لهذه الوساطة المصرية. كذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة، تقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها. أوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين لدعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار. وفي السياق نفسه جدد الرئيس الأمريكي الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للسيد الرئيس والأجهزة المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار الأخير، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع سيادة الرئيس في هذا الخصوص. الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني أستاذ علي، إحنا بنشهد شيء ربما لم نشهده من قبل من هذه الدولة التي كانت دائما ما تترفع على مصر وتبادر لأن تحرجها، وهذا أيضا تكرر بعد 2013 وأجبرت مصر العالم كله بدوله العظمى على احترامها وعلى اللجوء إليها. فأحب أعرف رأي حضرتك فيما يحدث الآن. أولا، ما يحدث الآن أن العالم بأسره يعي دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورها المؤثر والمحوري في مختلف القضايا الإقليمية. دور مصر الذي يتسم دوما بالحكمة، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ربوع المنطقة. بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت هي أحوج ما يكون إلى مصر ودور مصر، لا سيما في ضوء النجاح الكبير الذي حققته مصر مؤخرا في تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو أمر كان صعب المنال والتحقيق في ظل حالة التوتر وتبادل إطلاق النيران في بينهما، وهو الأمر الذي كانت تتطلع الكثير من دول العالم إلى تحقيقه ولكنها عجزت عن تحقيقه، فتطلع الجميع إلى دور مصر التي إذا تحدثت أصغى الجميع والتزمت كافة الأطراف بالوساطة المصرية، وكان في مقدمة الذين بادروا بالاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس بايدن، الذي يتحدث الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باستفاضة في موضوعات كثيرة ومتعددة. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني بصفة خاصة، أكد بايدن للرئيس السيسي حرصه على أن تواصل مصر دورها في استمرار تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أستاذ علي، يعني عايز أسأل حضرتك أنه يعني كثير من المحللين يقولون أن بايدن ليس معنيا كثيرا بقيادات منطقتنا، وأنه لم يتصل بأحد ولا يتصل بأحد، وإذا بنا نتلقى اتصالين في 4 أيام والاتصالين مليئين بالإشادة والتقدير. فعايز أعرف من حضرتك، يعني هل تغير موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية أم ما هو الجديد؟ الجديد أنهم يعني أصغوا جيدا إلى ما قالته مصر وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الخارجية المصرية والرؤية المصرية الثابتة بضرورة إيجاد حل الدولتين، وذات الأمر الذي أكدته مصر مرارا وتكرارا. وأصبح الآن الرئيس بايدن يتحدث عن حل الدولتين، وبالتالي الرئيس بايدن بيؤكد في خلال اتصاله بالرئيس السيسي حرصه على ضرورة التحرك في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، للعمل على إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، لكنه يعي تماما أهمية الدور المصري في هذا الإطار. أيضا هناك أستاذ علي، اسمح لي أرى لحضرتك تعليق السيد الرئيس على هذه المكالمة واللي وصلني حالا دلوقتي. الرئيس نفسه كتبه على فيسبوك حالا، بيقول: سعدت اليوم بحديثي المطول مع فخامة الرئيس بايدن، والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة، وأود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية،
وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي واجهها العالم والمنطقة، داعيا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد. ده كان تعليق السيد الرئيس على فيسبوك صحيح. على المكالمة دلوقتي حالا. وده يخليني أسأل حضرتك، بايدن في المكالمة قال أتمنى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، هل ما كانت عليه الأمور هو أقصى أمنياتنا أنه ترجع برضو إسرائيل كل شوية تعمل في الفلسطينيين اللي هي عايزاه وليس لا. حلا شاملا؟ لا، هو يتطلع في هذه الجملة وفي هذه العبارة إلى أن تعود الأمور إلى التهدئة. ولكن الأمر الآن الرؤية المصرية إن احنا نعمل سلام عادل وشامل. الجديد إن الرئيس بايدن بيقول أنا بأيد هذا الكلام وبتطلع على دور مصر، وبيقول احنا بنساند مصر وبنؤيد مصر وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر مصر على كل الجهود المخلصة المبذولة. طيب خليني أسأل حضرتك على موضوع آخر من الموضوعات الجريئة اللي تناولها الرئيس السيسي بمنتهى الحرية والمصداقية في المكالمة، واللي علق عليها برضو ضمن الموضوعات التي يقدر بايدن بخبراته وحنكته أن يجد لها حلول. المتحدث الرسمي قال أنه الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة. الرئيس رحب بالجهود الأمريكية وأكد تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال توصل لاتفاق قانوني ملزم ومنصف يضمن قواعد عملية وواضحة لملء وتشغيل السد. أعرف رأي حضرتك في النقطة دي. هو طبعا بالفعل الرئيس بايدن يعلم أن هذه القضية بالغة الأهمية بالنسبة لشعب مصر، مصر العظيمة اللي ليها هذا الدور المحوري الكبير المؤثر، مصر اللي قوتها النهاردة بتساهم قوتها الكبيرة النهاردة المشهودة والملموسة على كافة الأصعدة، بتمثل دعم لمسيرة الاستقرار في المنطقة وللتوازن في المنطقة. وبالتالي الرئيس بايدن قال كلاما إيجابيا للرئيس السيسي بشأن هذه القضية. الرئيس بايدن قال للرئيس السيسي من واشنطن متفهمة الأهمية القصوى لقضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، وقال أنه عازم على بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر بهذا الشأن، وأكد على حرصه على ضرورة التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. شكرا جزيلا أستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أنا بعتبر أن وكالة أنباء الشرق الأوسط هي المتحدث الرسمي لمصر، لأنها وكالة الأنباء التي تحمل الخبر السياسي على مدى عقود للعالم كله، تخرج أخبار مصر من هذه الوكالة. أما في الفترة المنكوبة التي همشت فيها هذه الوكالة الكبيرة، فترة الإخوان الإرهابية، وكانت التصريحات تصدر من الرئاسة لوكالات أنباء قطرية على تركيا على حاجات، يعني كانت حاجة الحقيقة تحزن. يعني أنا عايز أدعو بعض المصريين ممن يتشدقون بوسائل التواصل الاجتماعي ويكتبوا مقالات، أدعوكم بس بعض، أنا بقول بعض المصريون ليسوا فقط من هم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن النهاردة مثلا كان في تصريحات لوزير الخارجية بخصوص وزير الري عفوا بخصوص موقفنا من سد النهضة، تصريحات مهمة جدا ومحترمة جدا وشديدة الحكمة، وإن الملء الأول ما كانش في مصلحة أثيوبيا وما استفادتش حاجة منه، وإن الملء الثاني مصر مش هتسمح بيه بدون اتفاق، وإنه لو أدى لجفاف شديد مصر عندها استعداد تستوعب ده، وإن مصر بتعيد استخدام المياه 4 مرات للتغلب على نقص المصادر المائية. يعني كلام كتير مهم. أول واحد معلق، مش عايز أقول اسمه يعني معرفوش، هو مش معروف يعني، بس أقصد أقول اسمه لازق في ذهني عشان الطريقة اللي هو كان بيتناول بيها الموضوع، بيقول إن أمريكا لما فرضت عقوبات اقتصادية واقتصادية على أثيوبيا، أثيوبيا طلعت قالت إن الكلام ده مش في مصلحة العلاقات الأثيوبية الأمريكية اللي احنا بنحاول ننميها. فهو بيقول إن أمريكا بتشغلنا عن القضايا الرئيسية اللي هي زي ليبيا وزي لبنان. يا عم شعبك هيموت من العطش للدرجات دي؟ احنا دماغنا راحت؟
يعني لما يكون الشعب المصري هيموت من العطش، القضايا الأساسية تكون هي ليبيا ولبنان وفلسطين. طب ما هو ليبيا، ما هو رئيس أمريكا هو بيشكر رئيس مصر على جهوده في ليبيا، وإن هو لما حط الخط الأحمر إحنا ماشيين في مسار سليم، أدي ليبيا ماشية، بيشكروا على اللي عمله في فلسطين وتسبب في وقف إطلاق النار وفي محادثات هتبتدي تمشي. وزير الخارجية النهاردة كان في رام الله وكان في الأردن الأول، يعني مصر ماشية في كل المسارات. بس ما تجوش بقى، الله يخليكم، كفاية كفاية العقود اللي مضت وإحنا شايلين على دماغنا قضايا آخرين وأهملنا نفسنا وأهملنا أولادنا لغاية لما افتقرنا وما بقاش أهالينا لاقيين يأكلوا. بقينا بنعمل دلوقتي مشروعات بتتكلف مليارات، لو كنا بطلنا النعرة دي من الخمسينات كان بقى مستوانا حاجة تانية، وكنا قدرنا نساعد لأنه الكلمة في الآخر للأقوى. النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الخاصة بالهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خصوصا مشروع دلتا مصر للإنتاج الزراعي، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بمشروع دلتا مصر للإنتاج الزراعي، وأيضا المواقف التنفيذية بخصوص توفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. خبر اللي بعد كده، استقبال السيد الرئيس اليوم للوزير تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. أكد الرئيس على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ممكن نشوف جزء من نشاط السيد الرئيس النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد أكد السيد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو أفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع دلتا مصر للإنتاج الزراعي، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية،
والتي ستمثل صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية بما فيها من بنية تحتية كالملاعب والصالات. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية على مستوى الجمهورية، حيث تم في هذا السياق عرض نماذج لتصميم دور العبادة والبيت الريفي النموذجي بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة. كما تم صرف الرئيسية غرب مدينة السويس، بالإضافة إلى مستجدات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المتوقع توفيرها من محطة معالجة المياه من مصرف بحر البقر، والتي سيكون لها مردود مباشر على المشروع القومي الخاص بالتنمية الشاملة لسيناء. كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بالبدء في التوسع التدريجي في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية امتدادا من منطقة شرق القاهرة لتشمل أحياء القاهرة الكبرى بهدف تقليص الازدحام المروري وتخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق أكبر قدر من سيولة وسرعة التنقل وخفض التلوث وتوفير الوقود. أهلا بحضراتكم، معانا مرة تانية، معانا الخبر اللي جاي هو تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأرجنتين واليمن وأذربيجان بأعيادهم القومية. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لرئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فرنانديز بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة، وأوفد الرئيس السيسي محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية جمهورية الأرجنتين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الوحدة. كما أوفد أيضا محمد رضا طلبة الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة للتهنئة. وبعث الرئيس السيسي أيضا ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية جمهورية أذربيجان إلهام عليف بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية. وأوفد أيضا محمد رضا طلبة الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. يعني أنا معرفش أشعر أن العالم مش فاضي لليمن شوية، لكن اليمن دولة مهمة جدا ودولة شديدة الأهمية للعالم كله، لأنها تقع على مجرى مائي شديد الأهمية وهو البحر الأحمر، وتتنقل خلاله أساطيل من السفن، ووجود إسرائيل فوق بيخلي المعادلة فيها كلام، اعتبار أن باب المندب ده يعتبر مدخل السفن اللي جاية لقناة السويس، ده كلام برضو تاني. يعني كنا متخيلين أنه الأمور هتتحرك أسرع من كده بالنسبة لأزمة الحوثيين في اليمن. نأتي إلى أبو مازن الرئيس الفلسطيني الذي أعرب خلال استقباله اليوم الاثنين برام الله لوزير الخارجية المصري سيادة السفير سامح شكري عن شكر وتقدير فلسطين قيادة وحكومة وشعبا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعرب الرئيس عباس عن الشكر والتقدير لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالنجاح في حلحلة الأزمة والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن تلك المواقف تعكس مكانة مصر على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وكذا دورها التاريخي المتواصل الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن الحقوق العربية. تواكبت مسيرة حاشدة في غزة بأعلام مصر وصور السيد الرئيس مع هذه الزيارة لوزير الخارجية المصري. الجالية المصرية في غزة مساء اليوم نظمت أكبر حشد سيارات يرفع عليها أعلام مصر، واستمرت المسيرة لمدة ربع ساعة من ساحة الكتيبة أو ما يسمى بحديقة الأزهر في جولة في منطقة الرمال تل الهوى الساحة، انتهاء بشارع الشيخ عجلان جنوب مدينة غزة.
رئيس الجالية المصرية في غزة عادل عبد الرحمن قال لوكالة سوا الإخبارية الفلسطينية في غزة إن الشعب الفلسطيني من خلال هذه اللفتة قدم شكره وعرفانه لجمهورية مصر العربية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمته وقدمه من ضغط سياسي وإنساني وشعبي لصد العدوان على غزة وإرساله قوافل مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع. يعني أتمنى أن هذه اللقطات اللي احنا بنشوفها يصحبها لقطات لفلسطينيي غزة مش بس للجالية المصرية، لأنه ده في مصلحتهم قبل ما يكون في مصلحتنا الحقيقة. شايفين اللقطات، يعني مش عارف امتى مش عايز اقول العرب وخلاص بشكل مجمل، لكن يعني الفلسطينيين امتى هتتوحد كلمتهم على مصلحتهم؟ يعني امتى هنتوقف عن الحنجوريات والزعق والشجب والتنديد واحنا لا بنشتغل عشان يبقى لنا قوة نقدر نتكلم بيها نحط رجل على رجل، ولا سايبين اللي بيشتغل في مصلحتنا يشتغل؟ يعني مسألة غريبة جدا الحقيقة. يعني أنا برضو من ضمن الحاجات اللي أذكرها لما كنت في القدس في 2019 إن حد من الفلسطينيين بنتكلم معاه فراح قال مفيش حاجة اسمها إسرائيل، أنت مخطئ يا سيدي. طب يا عم أنت عايش في الوهم، يعني مفيش حاجة اسمها إسرائيل. إسرائيل موجودة رغما عنك وعني وعن العالم. إسرائيل تكاد تكون بتتحكم في اقتصاد الدنيا وبنوكها. 10 مليون إسرائيلي أو يهودي داخل إسرائيل، 5 وبره حوالي 5، بيتحكموا في اقتصاد وسياسة وبنوك العالم. بتتكلم في إيه؟ إسرائيل من الدول المتقدمة جدا في الزراعة والري بالتنقيط. إسرائيل من الدول المتقدمة جدا في التعليم والجامعات. يعني إيه مفيش إسرائيل وإنت عايش عندها؟ ولولا أن إنت عايش عندها وبتشتغل بورق وتصريح منها ما كنتش تلاقي تاكل. عايزين نلتفت لمصلحتنا اكتر من كده، ونترك بقى الشعارات القديمة اللي كانت يعني وما زالت، اذا كانت ما زالت فلم تبدي. الخارجية الامريكية، نروح للخارجية الامريكية. بلينكن، انتوني بلينكن وزير خارجية امريكا يزور القاهرة والقدس ورام الله وعمان من اليوم وحتى 27 مايو. ان تحرك وزير خارجية امريكا هذا لو تعلمون عظيم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة، طبعا عمان الأردنية العاصمة الأردنية، في الفترة من 24 ل 27 مايو في جولة شرق أوسطية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله، الرئيس محمود عباس أبو مازن، الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من جانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق أن بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له. دكتور أكرم حسام نائب مدير مركز رع للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أهلاً. دكتور أكرم، رع كان بيرمز لمد أشعة النور والحياة للعالم كله، فهل بتعتقد أنه مصر بتمد أشعة من النور وتعطي أمل جديد في القضية الفلسطينية؟ بدأنا نشوف زي أيام كيسنجر وأيام الوزراء الأمريكيين الخارجية اللي كانوا بيبقوا مكوك ما بين مصر وإسرائيل وفلسطين ودول تانية في المنطقة. طبعا أشكرك على الاستضافة. أولا مصر بالفعل يعني أثبتت الأحداث الأخيرة في فلسطين فيما يتعلق بقضية القدس وما حدث في العدوان على غزة، وما قامت به من جهود يعني جبارة لوقف هذا العدوان وفرض الهدنة، لا شك أنها يعني بعثت بشعاع من الأمل مرة أخرى أن هناك ما يزال فرصة للسلام وما يزال هناك فرصة للوصول إلى تسويات بعيدا عن الخراب وبعيدا عن الدمار. وبالتالي الرسائل المصرية كانت قوية وواضحة، وكما تحدثت الصحافة الإسرائيلية نفسها عندما قالت أن الكاسب الوحيد من هذه الحرب هي مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت أنه يعني يتحكم بصورة كبيرة في إدارة يعني اللعبة.
فيما يتعلق مش من الحرب بقى يقصده بقى من وقف الحرب يعني. طبعا بالتأكيد طبعا قدرة مصر على وقف الحرب وقدرة مصر على يعني تدخل في وقت حاسم ومهم ل يعني منع الإسرائيليين من التمادي في العدوان وفي يعني خططهم الرامية إلى تدمير غزة وإعادتها كما قال الإسرائيليون سنوات إلى الوراء بالتأكيد. طب إيه رأي حضرتك في فيما يحدث في الأيام القادمة؟ هل تتوقع محادثات سلام حقيقية وتتوقع تخلي الكل عن الشروط المسبقة وعن الوعود الكبيرة وعن الأسقف العالية؟ أعتقد أن يعني الوقت ما يزال مبكر للبدء في محادثات سلام. الحرب يعني ما تزال حتى الآن يعني نحاول أن يعني نسكت أصوات البنادق كما يقولون. الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ومن قبلها زيارة الكيسنجرية يعني كما تفضلت حضرتك في المقدمة ل يعني وزير الخارجية المصري سامح شكري للعواصم المهتمة أو المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي، لا شك أنها يعني تحاول تهدئة الموقف والتأكيد على الهدنة التي تم التوصل إليها، لكن ما يزال هناك وقت يعني أمامنا للدخول في مسار التسوية. الزيارة بلينكن للمنطقة هي محاولة أولا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ثم حث الأطراف على يعني إعادة النظر مرة أخرى في الشروط الخاصة بالحلول السلمية المتعلقة بالأزمة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، خصوصا أن إدارة بايدن يعني الحرب الأخيرة في غزة نبهت إدارة بايدن أنها عليها أن تنخرط بشكل فعال في الصراع العربي الإسرائيلي وأن تجد نهاية لهذا الصراع أو تسوية مقبولة من الأطراف لهذا الصراع. إدارة بايدن أعتقد أنها كانت في البداية غير مكترسة بالصراع العربي الإسرائيلي، كان لديها ملفات أخرى مهمة مثل روسيا والصين وغيرها. وتصوروا أن الخطوات اللي عملها سابقه الرئيس الأمريكي لما عمل السفارة في القدس الأمريكية وخلاص وماتت القضية الفلسطينية وانتهى الأمر يعني. نعم صحيح، هو طبعا جو بايدن جاء بعد يعني بعد إرث ترامب. ترامب طرح مشروع لا يعني دعنا نذكر به المشاهدين صدر المشاهدين مشروع صفة القرن، يعني كان هذا مشروع منحاز بشكل كامل للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين. صحيح. وحاول ترامب وصهره كوشنر أن يفرض حل ما على الفلسطينيين وعلى الدول المعنية بهذا الصراع، لكن يعني كانت هناك مقاومة كبيرة من الدول الإقليمية المهتمة بهذا الصراع وعلى رأسها مصر وكذلك من الفلسطينيين لمحاولة فرض هذه الشروط على الفلسطينيين بالقبول ب يعني شبه دولة أو دولة مقطعة الأوصال كما يقولون. أي. الآن إدارة بايدن أعادت يعني النظر مرة أخرى في موقفها من موضوع حل الدولتين، وأعتقد أن زيارة وزير الخارجية بلينكن ستعيد التأكيد مرة أخرى على ضرورة التفاوض حول موضوع حل الدولتين بشكل كامل وعلى الوصول كيفية الوصول إلى صيغ مقبولة ل يعني أن يعيش الفلسطينيين باستقرار إلى حد ما وأن تكون هناك حياة مقبولة بالنسبة لهم. شكرا جزيلا دكتور أكرم حسام نائب مدير مركز رعاة للدراسات الاستراتيجية. ونروح لزيارة الرئيس الوزير عفوا سامح شكري لرام الله أيضا، حيث أكد شكري والشيخ على ضرورة إيجاد الأفق السياسي الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية. رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ ووزير الخارجية المصري سامح شكري وأكدان على ضرورة إيجاد أفق سياسي ملائم للتوصل لإقامة دولة فلسطينية. خلال مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري قال الشيخ: نشكر مصر والرئيس السيسي ووزير الخارجية وكل مؤسسات الدولة المصرية التي لعبت دورا هاما ومؤثرا وفعالا بالشراكة مع كل الجهات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا. وشكري قال: لقد نقلت رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس للتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية. ممكن نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضرتكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أرحب بمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأخ والصديق سامح شكري
الذي استقبله السيد الرئيس محمود عباس حامل الرسالة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد على الموقف التاريخي والثابت لجمهورية مصر العربية في دعمها المطلق للشعب الفلسطيني باتجاه حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية. كما ونؤكد من جانبنا الشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولمعالي وزير الخارجية سامح شكري ولكل مؤسسات الدولة المصرية التي لعبت دورا هاما ومؤثرا وفعالا بالشراكة مع كل الجهات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. هذا العدوان الذي خلف الدمار الهائل والتشريد الكبير لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف وفي الضفة الغربية. وكان هناك انسجام واتفاق كامل في الرؤى والتصورات سواء فيما حدث أو فيما هو قادم من تحرك مشترك بيننا وبين الأشقاء في مصر، وقلنا جميعا بأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام بدون الأفق السياسي وفق الشرعية الدولية التي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. ولا يفوتنا التأكيد على شكر فخامة الرئيس محمود عباس إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبرعه السخي ب$500 مليون لإعادة إعمار قطاع غزة. واتفقنا نحن والأشقاء المصريين على وضع آليات مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة. نتمنى من الله أن يوفقنا جميعا. أهلا وسهلا معالي الوزير، وأهلا بك على أرض فلسطين دائما وأبدا، وشكرا جزيلا لجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي معالي حسين الشيخ، أنا في البداية أود أن أعبر عن بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس ولكم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقد نقلت بالفعل رسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس محمود عباس، رسالة تضامن كاملة مع الشعب الفلسطيني، مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وكل ما يتم من تنسيق وثيق فيما بين جمهورية مصر العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها الرئيس محمود عباس من أجل تحقيق الغاية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الهدف المشترك لكافة الدول العربية الشقيقة، والعمل بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق ذلك. بالتأكيد الفترة الماضية شهدت تصعيد غير مبرر واعتداء على المقدسات المسجد الأقصى والمقدسات بالقدس، وأيضا الأوضاع في الشيش جراح، واستمرار العمل على تغيير الهوية الفلسطينية للقدس، وما أدى إلى ذلك من تصعيد العمليات العسكرية والمعاناة التي تفبد بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نحن عملنا بكل جهد لاحتواء هذا الأمر مراعاة للشعب الفلسطيني وإعفائه من ويلات الأعمال العسكرية، ولكن ضرورة أن نجد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية. نحن شهدنا هذه الدوائر المفرغة من العنف ومن التصعيد من استمرار الاحتلال دون أفاق سياسي لا يبشر بالاستقرار والأمن، ليس فقط لفلسطين ولكن للمنطقة أكملها. نعمل بالتنسيق وهناك توافق كامل فيما بيننا وبين السلطة الوطنية وفخامة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس السيسي لأجل تدعيم كل الوسائل
للتوصل إلى الهدف المشترك وإقامة الدولة. نحن نحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، العمل على إزالة ما تعرض له الشعب الفلسطيني. المساعدات التي سوف يتم تقديمها الآن، مساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، استمرارها والتنسيق مع كل من يسهم في هذا الصدد، وأيضا عمليات إعادة الأعمار التي سوف تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية. كان سامح شكري قد زار رام الله قادما من عمان الأردنية، وعندنا مجموعة أخبار، بس خلينا ناخد الأول استقبال العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ظهر اليوم الاثنين لوزير الخارجية المصري سامح شكري في إطار زيارته الحالية لعمان، كما صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية عبر تويتر. احنا معانا على التليفون الاستاذ محمد التل رئيس تحرير جريدة الدستور الاردنية سابقا من الاردن. مساء الخير يا فندم. مساء النور سيدي، اهلا بحضرتك، ويعني ياريت حضرتك تطلعنا على اهمية زيارة وزير الخارجية المصري واستقبال جلالة الملك عبد الله ليه النهاردة. سيدي اولا بسم الله، يعني الحقيقة انه زيارة وزير الخارجية المصري إلى عمان ليست عمل غير استثنائي، فالتنسيق بين عمان والقاهرة على كل الأمور التي تخص الأمة العربية وخصوصا فلسطين وخصوصا ما حدث بها مؤخرا من أحداث موسفة، كان التنسيق الأردني المصري متطابق جدا وعميق جدا في محاولة إيقاف الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة، وعملت القاهرة عملا مبنيا وكبيرا لتحقيق وقف إطلاق النار. من هذا المنطلق عمان اليوم كانت استقبال وزير الخارجية المصري، لأنه هو من يمثل السياسة الخارجية لمصر ويمثل فخامة الرئيس السيسي. أيضا هناك تطابق في رؤى في عملية الرؤى لحل القضية الفلسطينية، وهو التركيز اليوم كان في عمان سواء في لقاء الوزير الشكري مع الوزير الصفدي أو لقاء الوزير الشكري مع جلالة الملك، التركيز أنه لا حل في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين ودعم الشعب الفلسطيني في إقام دولته على أرضه. بدون هذه المعادلة لن تهدأ المنطقة كلها، وسيظل عدم الاستقرار مسيطر على المنطقة، وستظل حقوق الشعب الفلسطيني مهدورة إلى أن يتحقق هذا المطلب العربي والفلسطيني والذي تقوده القاهرة وعمان. كما تعلم سيدي أن القاهرة هي كما يسمى عندنا في الشارع الأردني بلدوزر السياسة العربية، وهي الشقيقة الكبرى، وهي على تنسيق كامل منذ سنوات طويلة مع الأردن في مختلف القضايا وخصوصا قضية فلسطين. الأردن عانى كثيرا الحقيقة من تحمله لأعباء القضية الفلسطينية، سواء كان لاجئين، سواء كان الانخراط المباشر في المحادثات، سواء لأنه طبعا جار قريب، سواء كان طبعا معروف أن جلالة الملك تاريخيا هو المشرف على الأوقاف المسيحية والإسلامية في القدس، حتى نذكر لما جم يعملوا تجديدات في القبر المقدس كان بموافقة مباشرة مكتوبة من جلالة الملك لما غيروا الحجر تحت القبر المقدس، وكذلك كل الإصلاحات الخاصة بالأوقاف الإسلامية والمسيحية. يعني إلى أي مدى تستطيع مصر والأردن بأهميتهم وبجوارهم لفلسطين أن هم ينهوا أو يقنعوا باقي الأطراف أن هم ينخرطوا في مفاوضات سلام حقيقية لحل الدولتين، خصوصا وأن إسرائيل بتعاني من أزمات كثيرة في هذه الأيام؟ سيدي كما ذكرت أن الأردن خصوصية استثنائية في العلاقة مع القضية الفلسطينية نظرا للتشابك الجغرافي والديمغرافي مع الفلسطينيين.
الأردن عانى كما أنت قلت، كمان أيضا أؤكد عانى كثيرا في إقناع الأطراف والطرفين، بالطرف العربية والدولي والطرفين ذات العلاقة، سواء الإسرائيل الإسرائيليين أو الفلسطينيين. واستنزف من قدراته ومن طاقاته الكثير، وكما تعلم وكما ذكرت أن الوصاية الهاشمية التاريخية موجودة في جلالة الملك، وهذا أيضا يشكل عبء كبير على الأردن والقيادة الأردنية. ولكن ولكن التحالف المصري الأردني بقيادة جلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي، هذا يسهل على الأردن كثير في محاولة إقناع الأطراف في العودة إلى طاولة المفاوضات، خصوصا الجانب الإسرائيلي المتعنت والذي دائما يشعل نار الاعتداء على الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أنه الآن الشعب الفلسطيني إذا ما اقتنع الجانب الإسرائيلي أو ضغط عليه الجانب الأمريكي في النزول على الرغبة الدولية والعربية في قبول حل الدولتين، سيكون دور حقيقي ومثمر للقاهرة وعمان في هذا الموضوع، لأن التحالف الثنائي بين هاتين العاصمتين سيؤتي ثماره، وسيكون العرب خلفهما صفا واحدا في هذا الموضوع، لأن هذه القضية أثقلت كاهل العرب وأثقلت كاهل العالم وعلى الأمريكي. أنا أعتقد على الأمريكي أن يزيد من ضغطه على الحكومة الإسرائيلية الموجودة الآن في تل أبيب المتعنتة للعودة إلى طاولة المفاوضات من منطلق حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إيقاف دولته على أرضه. بشكرك يا فندم. القدس الشرقية طبعا. شكرا جزيلا الأستاذ محمد التل، رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية السابق، وكان في استقبال طبعا من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وكان في مؤتمر صحفي مشترك، وكان في جمل مهمة جدا. هاخد جملة واحدة لكل وزير. أيمن الصفدي قال إنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين. سامح شكري قال إن معاناة إنسانية تسببت بالمواجهة بين إسرائيل وحماس، وكلها تصريحات تؤدي بالفعل أنه تعالوا نحل المرض ولا نلتفت فقط إلى العرب. استأذنكم نروح فاصل قصير ونرجع نكمل أخبار. أهلا بحضراتكم معنا من جديد. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع اليوم تطورات مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث عقد اجتماع مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة المشروعات اللي بتقوم الهيئة بتنفيذها في إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واكتزاب الصناعات وتوطينها، وأكد أهمية الجهود اللي بتبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى. الأستاذ أبو بكر الديب المحلل الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيكم ومشاهديك الكرام. يعني كما عودتنا مصر في الفتره الاخيره انها تعمل في كل الخطوط بالتوازي، ماذا عن مشروعات الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس والمنطقه الاقتصاديه، وماذا ستقدم لمصر قريبا ان شاء الله؟ طبعا احد يعني مصر منذ ولايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتولي حكم مصر شرعت في بناء أو إقامة العديد من المشروعات القومية في ربوع مصر كلها في جميع المحافظات. من أهم تلك المشروعات هو محور قناة السويس، قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس. محور قناة السويس ده مشروع مهم جدا وضخم جدا، سوف يعمل على يعني إفادة الاقتصاد القومي المصري بشكل كبير جدا. لأنه هو طبعا بوابة التبادل التجاري مع الخارج، سوف أو زاد بالفعل التبادل التجاري المصري خلال الفترة الأخيرة وخلال يمكن العامين الأخيرين، ومتوقع أن يزداد أكثر في السنوات المقبلة عند اكتمال مشروعات محور قناة السويس. خلال السنوات الخمس الماضية وصلت الاستثمارات في محور قناة السويس إلى ما يقارب 15 مليار دولار، وهناك يمكن في أكثر من 220 شركة
كبرى عملاقة تعمل في محور قناة السويس، استثمارات يمكن تخطط حوالي أكثر من 30 قطاع تشمل اللوجستيات والخدمات المصرفية والخدمات التجارية وإصلاح وبناء وإصلاح السفن. يعني هناك أيضا مناطق صناعية كثيرة في محور قناة السويس، منها على سبيل المنطقة الاقتصادية الروسية، وهي اكتملت على أوشكت على الانتهاء. هذه متى في رأي حضرتك أستاذ أبو بكر، أو نعم، يعني نستطيع أن نتوقع أن تبدأ هذه المناطق الصناعية والمشروعات الاقتصادية في التنفيذ وفي البدء العمل لاستيعاب فرص العمالة وتقليل البطالة ومزيد بقى ضخ مزيد من الاستثمارات؟ بالفعل بدأت بعض المشروعات بالفعل بدأت تؤتي ثمارها، ويعني عمل فيها الكثير من العمالة. زي ما قلت لحضرتك في 15 مليار دولار استثمارات خلال 5 سنوات. دي طبعا الاستثمارات معناها ترجمتها على الأرض يعني فرص عمل للشباب، معناها أنه هو دخل قومي مضاف للدخل القومي المصري، معناها عملة أجنبية من دولار وخلافه صبت في شرايين الاقتصاد المصري وفي الاحتياطي النقدي الأجنبي. خلال السنوات يمكن يعني السلاسل المقبلة سوف تكتمل هذه المشروعات بشكل كبير، سوف تؤتي ثمارها أكثر. ده كله طبعا فائدة مهمة جدا للاقتصاد المصري. أشكرك جدا أستاذ أبو بكر ديب المحلل الاقتصادي، وأتنقل بسرعة مع حضراتكم لمجلس النواب. أعضاء مجلس النواب المصري يواصلوا مناقشة ما أثير عن مرض الفطر الأسود وعلاقة هذا المرض بالسلالة الهندية لكوفيد 19. طبعا كان بعض الناس أثاروا الحقيقة ما أعرفش، يعني أتمنى أنها تكون إشاعة، أنه الفنان سمير غانم مات بهذا المرض. مرض ده خطير جدا ورديء جدا، وكان في تصريحات في الهند عن أنه المصابين به ممكن نصهم ننقذهم لو أزلنا عظام الفك الأيمن والعين اليمنى. فواضح ان الموضوع مش سهل. النائب محمود عصام عضو مجلس النواب كان بيطالب بالكشف عن طرق الوقاية من المرض، واعتبر ان هناك تساؤلات واسعة بين المواطنين بشأن حقيقة انتشار مرض الفطر الاسود وهذا صحيح وظهور حالات في مصر. واشار انه خلال الساعات الماضية الشارع المصري شهد حالة جدل وتوتر من المواطنين بسبب تداول هذه المعلومات اللي بتزعم زي ما قلت لحضراتكم برحيل الفنان سمير غانم بهذا المرض. الأستاذ محمود عصام عضو مجلس النواب، مساء الخير معالي النائب. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على جميع المشاهدين المحترمين. يعني حضرتك كان في أي تصريحات من كان في بالفعل تصريحات من وزيرة الصحة ومن المتحدث دكتور خالد مجاهد باسم الوزارة بأنه المرض ده مش موجود في مصر وأنه ما دخلش مصر، إيه آخر ما وصلنا إليه في هذا الأمر؟ هو طبعا انا في بدايه الامر بس انا احب اوجه التحيه لجميع القائمين على القطاع الطبي من دكاتره ووزاره الصحه عموما، هم فعلا الجيش الابيض، وان هم في الخط الهجوم الاول. ايوه الفعل الاول في مجابهه كوفيد 19 وما يتطرق من هذا الوباء من يعني امراض اخرى بتطرق على الساحه. أيوة. الان فطبعا احب الاول اقول لحضرتك ان الفطر الاسود هو احب طمن المشاهدين ان الموضوع يعني غير يعني مش صحيح بالمره ان هو منتشر في مصر، ولا واعتقد ان وزاره الصحه برضو انفت وفاه سمير غانم بهذا المرض. هو مرض نادر جدا عباره عن عدوى فطريه تؤثر على الاشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا. وبعض الخبراء يقول ان هذا النوع من العدوى الفطريه هو نادر. هل يا فندم كان موجود قبل كوفيد 19؟ يعني الفطر اللي بيظهر على العين ده موجود من قديم الازل، موجود قديما جدا يعني. ايوه ما فيهوش خطوره، هو بيصيب الجهاز طبعا المناعي، هو اقصى ضررا عندما يكون يعني بمهاجمه المناعه او تكون المناعه ضعيفه للغايه نتيجه طبعا لوجود فيروس كورونا، لان برضه فيروس كورونا زي ما المشاهدين طبعا عارفين ان فيروس كورونا
بيضعف المناعة لحد كبير جدا. فطبعا هذا الفطر بيتغذى على الجهاز المخاطية ويصيب أكثر الناس الذين تعرضوا للإصابة بنقص المناعة. وده حاجة نادرة دي يعني برضو تقريبا حالة أو اثنين الموجودين في مصر وتم السيطرة عليهم وتم شفائهم منه. طيب فين هل يعني حضرتكو إذا كان حضرتك بتؤكد أنه ما دخلش مصر هل يعني في مطالبات بأنه يبقى فيه بقى وقاية من هذا المرض صح كده؟ بس عذرا أنا ما قلتش أنه ما دخلش مصر، هو موجود حالة أو اثنين موجودين وتمت وزارة الصحة بالكشف عنهم ولكن هم تم شفائهم، هو برضو كان الموضوع بسيط. ولكن طبعا احنا دلوقتي بنناشد المواطنين باخذ اللقاح اللي بتوفره الحكومة واللي بذلت فيه جهد كبير جدا بتوفيره للشعب المصري، وطبعا ده يحسب للسيد الرئيس ويحسب للوزارة وزارة الصحة ان هم وفروا هذا اللقاح للمصريين. بشكرك جدا يا فن، شكرا جزيلا سيادة النائب محمود عصام عضو مجلس النواب. و كنت قلت لحضراتكم في البداية كده انه امريكا جمدت مساعدات اقتصادية وامنية لاثيوبيا وكان في تعليق من اثيوبيا على هذا التجميد، وانا قلت لحضراتكم يعني اهم ما في الخبر في المقدمة ان اثيوبيا قللت من اهمية هذا الامر وقالت ان انتوا بتعاملونا احنا والتجريع على نفس الـ يعني المستوى، بينما البرلمان الاثيوبي صنف التجري دول على ان منظمة تحرير التجري دي منظمة ارهابية وان انتوا كده بتضروا العلاقات الاثيوبية الامريكية وان ده مش في الصالح وان احنا ممكن نعيد النظر في العلاقات الامريكية الاثيوبية في الفترة القادمة. الحقيقة انا يعني غير معني على الاطلاق بتفاصيل هذا الامر لانه كلام يعني مش عايز اوصف، بس يعني مش عارف انا الندية العجيبة اللي جايبها اثيوبيا اللي بتناطح بها الدول الكبرى في الحديث بتاعها ده سببها ايه. وابعدوا عننا وما تتدخلوش في شؤوننا الداخلية وموضوع سد النهضة ده شأن داخلي وده ما يصحش وكلام من ده. طيب اروح للخبر اللي قلت لحضراتكم فكرة سريعة عنه بخصوص وزير الري اللي بيأكد ان مخزون المياه امام السد العالي مهم للغاية لمواجهة فترات الجفاف، وقال انه اذا لم يكن لدينا مخزون يعوض النقص ستحدث مشكلة وملء السد الاثيوبي مرحلة جفاف صناعي، وقال عززنا مخزون السد العالي في السنوات الماضية لامتصاص اكبر قدر من صدمة ملء السد الاثيوبي وشهدنا جفافا كبيرا في 2015 و16 وقل ايراد النهر 20 مليار متر مكعب، استعوضنا عجز المياه من مخزون المية امام السد العالي في بحيرة السد ومفيد توشكا طبعا، وقال احنا بنوفي كل احتياجاتنا المائية في الصناعة والزراعة والشرب والبيئة وفي رقابة على نوعية المية من وزارة الصحة ووزارة البيئة، وقال المواطن المصري مش هيحس باي ازمة او مشكلة ظاهرة واحتياجاته موجودة لكن لابد ان نرشد من استخدام المياه. ما زلت برضو انا باكد على حضراتكم لو سمحتوا تصليح بلف ولا حط كاوتشة ولا تصليح قلب حنفية ولا تغيير محبس مش بخطورة أبدا المية اللي بتور في أماكن كثيرة من غير ما نهتم بيها. أخيرا نختم أخبارنا بلقاءات الوعي الإيماني القبطي الأرثوذكسي التي تعقد بالمركز الثقافي القبطي وتذاع على حضراتكم على الهواء مباشرة حصريا من قناة ميسل. لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس الكنيسة القبطية واصلت لقاءات الوعي الإيماني بحضور نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها وبمحاضرة عنوانها من يكون السيد المسيح طبقا لقانون الإيمان. ألقى المحاضرة القس بشوي حلمي أستاذ اللاهوت العقيدي والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية وكاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، هذه الكنيسة العريقة اللي خدم فيها قداسة البابا شنودة عندما كان خادما علمانيا. بشكركم جدا دقائق قليلة وينورنا سيادة السفير بركات الفرة سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سابقا.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في مساء الخير. بيشرفني جدا يكون معي سيادة السفير بركات الفرة سفير فلسطين الأسبق في مصر ومندوبها الدائم السابق لدى جامعة الدول العربية. مساء الخير سيادة السفير. النور. أهلا 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 بحضرتك، ويعني يا ريت حضرتك تطلعنا على النتائج المرجوة من الدور الكبير اللي بتقوم به مصر لقيادة وإقناع كل الأطراف بعملية سلام حقيقية تنتهي بدولتين، دولة فلسطينية كاملة الحقوق وكاملة السيادة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل. نعم، يعني بالتأكيد مصر بذلت وتبذل جهود كبيرة جدا في مسار دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويمكن بدأ عملية الدعم والمساندة مستمرين منذ عام النكبة عام 1948 حتى يومنا هذا. أي. وفي الفترة الأخيرة كافة الحروب الصهيونية التي شنت على قطاع غزة كانت مصر هي المبادرة والتي تقوم بالدور الأهم والأكبر في عملية وقف العدوان على قطاع غزة. والعدوان الأخير مصر بذلت مجهودات كبيرة جدا، و كان كل أنظار العالم حقيقة تتجه نحو القاهرة من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، هذا العدوان الذي أدى إلى ما أدى من دمار وخراب وأكثر من 250 شهيد وأكثر من 2000 جريح إلى آخره. فبالتالي مصر الآن كمان في الوقت الراهن بدأت بعد وقف العدوان ووقف إطلاق النار تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار من أجل البدء بالسرعة الممكنة في إحياء المجال والمسار السياسي اللي زي كما تفضلت بأنه طول ما أنه هناك لا يوجد حل للقضية الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني لم ينال الحق وأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر منذ عام 67 حتى يومنا هذا، إذن انفجار الوضع في أي وقت قائم ومن الصعب جدا أن يكون هناك استقرار وأمن، وبالتالي مصر الآن تعمل بجهود مكثفة من أجل أن تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ناحية أخرى إحياء المسار السياسي. لذلك اليوم كان معالي وزير الخارجية كنت حسأل حضرتك على هذا الموضوع، يعني كيف تقيم جولة الوزير سامح شكري للأردن ولرام الله وتسريع وتيرة التثبيت وقف إطلاق النار والإقناع بالبدء في المفاوضات؟ بالضبط، هو معالي الوزير راح في هذا الاتجاه ومن أجل هذه الغاية، يعني التقى مع الرئيس الأخ رئيس أبو مازن وتناقش معه الوضع كيفية يمكن كيفية تثبيت وقف إطلاق النار القائم بالإضافة إلى البدء في عملية الإعمار، إعمار قطاع غزة اللي تعهدت كما تفضل مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برصد 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، علاوة على أنه كما نعلم أن وزير الخارجية الأمريكي بعد غد سيكون في المنطقة وسيلتقي أيضا مع الرئيس أبو مازن وسيزور القاهرة وسيزور الأردن أيضا. وبالتالي معالي الوزير سامح شكري ناقش هذه القضايا كلها مع الرئيس أبو مازن وكيف يمكن إحياء المسار السياسي والعمل بأسرع ما يمكن على أنه يتم مرة أخرى يكون هناك تفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية وبرعاية من الأمم المتحدة والرباعية الدولية التي سيتم توسيعها، لن تبقى الرباعية الدولية على فقط الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، سيضاف غالبا لها من الدول العربية على الأقل مصر والأردن ويمكن أن يضاف إلها الصين بالإضافة إلى ممكن تضاف إلها ألمانيا حتى تكون أي مفاوضات مقبلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هناك رعاية ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا
بل أيضا الاتحاد الأوروبي، بل لكن أيضا في دول عربية شقيقة وأيضا دول عربية ذات وزن وذات مكانة كبيرة في المستوى الدولي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل. لأن إسرائيل ما زالت يعني رغم وقف إطلاق النار ما زالت الأوضاع في القدس قلقة جدا، وما زالت اقتحامات المسجد الأقصى المبارك مستمرة، وما زال يعني ترحيل أهلنا في حي الشيخ جراح قائم حتى الآن، والمضايقات مستمرة لهم، حتى المضايقات أيضا إلى أهلنا في عرب الداخل، عرب 48 أو عرب الخط الأخضر، اللي بتم اعتقالات بالجملة منهم وبدون محاكمات، لأنهم وقفوا مع إخوانهم في الحرب 11 يوم اللي شنتها إسرائيل. طيب على قطاع غزة يعني طبعا الجهود المصرية لا غنى عنها، والجهود المصرية هي الأساس في أي عمل سياسي قادم، وخاصة أنه القيادة الفلسطينية تثق بالدرجة الأولى في مصر وفي القيادة المصرية، والأخ الرئيس أبو مازن دائما على التشاور مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة أمور الشأن الفلسطيني. طيب سيادة السفير معلش خليني أسأل حضرتك، هل بتتوقع أن زيارة أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا تأتي في نفس السياق للحديث عن الحل الشامل، أم فقط تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى ما كنا عليه بالاحتلال بكل جرائمه اللي ما زالت مستمرة والممحكات اللي ما زالت مستمرة لغاية امبارح والنهاردة؟ تمام، يعني أنا أعتقد الوزارة زيارة الوزير الخارجية الأمريكي نعم هي أساسا لتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن بالتأكيد أيضا لمحاولة أمريكية جديدة لإحياء عملية السلام التي ماتت تقريبا. ولذلك هي لن تقتصر زيارة وزير الخارجية الأمريكي على إسرائيل وفلسطين، بل أيضا سيزور القاهرة وسيزور الأردن وممكن زور السعودية أيضا وبعض دول أخرى، كله بالتالي في صب في هذا الإطار كيفية إحياء عملية السلام بالإضافة لتثبيت وقف إطلاق النار، وخاصة أنه الدرس اللي تلقنته إسرائيل بال 11 يوم الحرب يعني أثبت للعالم كله ولأمريكا في أولهم أنه مهما بلغت القوة العسكرية لإسرائيل ومهما بلغ إجرامها لن يستطيع أن يحقق السلام ولا الأمن لا للشعب الإسرائيلي ولا للاستقرار في المنطقة. وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالأمن والسلم الدوليين باعتبارها أكبر دولة في العالم، وباعتبارها كانت هي راعية عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في سنوات سابقة. طب أخيرا سعادة السفير خليني أسأل حضرتك عن شكر إسماعيل هنية لإيران على دعمها للفصائل الفلسطينية والحماس بالمال والسلاح، وفي أقاويل عن دعم من قطر وغيره، يعني هل بتشوف أن ده بيصب في حل القضية ولا بيصب في مزيد من الشقاق بين حماس وبين فتح وبين الفصائل الفلسطينية الأخرى؟ يعني خلينا أقول لك بصريح العبارة أنه يعني طبعا إحنا لنا موقف بموضوع إيران، لأنه هناك موقف عربي من إيران ونحن مع أمتنا العربية، لكن في المقابل الذي مكن حركة حماس وحركة الجهاد من تمويلها بالسلاح والمال أيضا بالدرجة الأولى هي إيران، ومن ثم حماس ليس أمامها من خيار إلا أنه تشكر إيران بغض النظر عن شيء، لأنه إيران يعني هي من الدول الأساسية المعنية بالشأن الفلسطيني من خلال حركة حماس وهيمنتها على حركة قرار حركة حماس والجهاد أيضا، يعني سواء هي أو تركيا أو إيران أو عفوا قطر، يعني هذه الدول الثلاث هي بشكل أو بآخر لها علاقات قوية مع حماس وتؤثر في قرار حركة حماس. لكن طبعا نتيجة الحرب ونتيجة الدعم الإيراني لإخواننا في حركة حماس والجهاد بالتأكيد أنه إسماعيل هنية الأخ إسماعيل هنية كان مرغم ومضطر أنه يشكر يعني يشكر إيران بالتأكيد يعني. بس يعني أنا لا أعتقد في إن شاء الله في الفترة القادمة أنه يكون دعم إيران
أثر كبير على المصالحة الفلسطينية، لأنه الشعب الفلسطيني خلال الحرب توحد كله، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو في فلسطين المحتلة من 48 أو في الشتات، وبالتالي العودة اللي وراء أصبحت صعبة جدا ومش مقبولة بأي شكل من الأشكال. فإن شاء الله يعني نسأل الله أنه تكون الأيام القادمة أفضل، وأنه يتم بناء على ما تحقق خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، ونريد أيضا يكون هناك أمن في القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة في القدس وهي أساسية، وأيضا حماية أهلنا في الشيخ محي الشيخ جراح، لأنه يعني إسرائيل بتحاول الآن تفتعل مشاكل في القدس وفي حي الشيخ جراح، لأنه بيحاول رئيسها ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يثبت بأنه يعني هو لم يخسر الحرب، وأنه بالتالي هنا إحنا مستمرين في سياساتنا في اقتحامات باحات المسجد الأقصى وفي التضييق على أهلنا في حي الشيخ جراح. طبعاً هاي محاولات أنا بعتقد معزولة وفاشلة، وبعتقد أكيد الوزير الخارجية الأمريكي قد يناقش هذا الأمر مع رئيس وزراء إسرائيل، لأنه إذا استمر الوضع قلق في القدس فإذا لا يمكن استمرار حالة الهدنة، قد لا تطول الهدنة إذا ظل الوضع في القدس على ما هو عليه. شكرا جزيلا سيادة السفير، نورتنا. الله يخليك، أنا متشكر جدا، بس أنا أريد أن أؤكد على شيء إذا سمح. طبعا. وهو أنه إحنا الكنيسة القبطية في مصر منذ قداسة البابا رحمه الله المرحوم البابا شنودة، وأيضا أخوه البابا تواضروس الثاني، نلقى منها الدعم والتأييد بلا حدود، وهي لها مكانة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني. ويعني كان الرئيس الراحل أبو عمار صديق حميم لقداسة البابا شنودة رحمه الله، وأيضا عندما جاء الأخ أبو مازن أيضا استلم تمت العلاقة، وتمت أيضا العلاقة مع قداسة البابا تواضروس الثاني، وأنا زرت الاثنين، يعني زرت قداسة البابا تواضروس الثاني التقيت به مرتين ليست مرة واحدة عندما كنت سفيرا. فشكر كبير لقداسة البابا تواضروس الثاني وللكنيسة ولجميع أقباط مصر، لأنهم أهلنا وإخوتنا وإحنا بنحبهم وهم بحبونا، فكل احترام والتقدير لهم جميعا. جزيل الشكر لسيادة السفير بركات الفرة، سفير فلسطين الأسبق في مصر ومندوب فلسطين الدائم السابق لدى جامعة الدول العربية. بشكركم مشاهدينا على وجودكم معانا، وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة. تصبحوا على خير.